السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم في هذا الويبينار الخاص بالمتاجر الإلكترونية باستخدام دروبل بلاتفورم. في البداية نعرف بأنفسنا، معكم عبد العزيز الصفدي، متخصص في البوابات الإلكترونية المتقدمة، وبالأخص في مثلا الفريم ووركس بي اتش بي، منها دروبل. أيضا لو جينا نعرف دروبل، هو عبارة عن فريم وورك خاص بالبي اتش بي، مثل لارافيل، مثل يعني ووردبريس، مثل غيرها من الأنظمة المبنية بالبي اتش بي، وبإمكاننا نبني من خلاله متجر إلكتروني كامل متكامل من خلال دروبل. طيب، حاليا حنبدأ نتكلم عن النظام نفسه، نظام دروبل. بنتكلم ناخذ يعني نبذة بسيطة أو سريعة عنه، يعني نتكلم عنه بشكل سريع، ثم بعدين ننتقل إلى الشرح عن المتاجر الإلكترونية. كما تلاحظون معي في الشاشة، عن كلمة دروبل حنلقى أنه من أقوى الأنظمة الموجودة في السوق، البوابات الإلكترونية المتقدمة، أو حتى المتاجر، أو حتى الأنظمة الإلكترونية. تمام، أحب بس أنبه وأذكر بس إنه لو كان الصوت صار فيه انقطاع أو صار واضح، أرجو به سواء من خلال الشات أو من غيرها. أيضا سيكون هناك في آخر اللقاء فقرة للأسئلة، بحيث إنه أي أحد حاب يشاركنا بأسئلة أو حاب يعني يستفسر بأسئلة، ممكن نحن نجاوب عليها مجرد ما يضعها في صندوق الأسئلة الموجودة ببرنامج الويبينار. هذا موقع، طبعا لو لاحظنا يعني هذا موقع دروبل. دروبل يعني حتى تكلمنا في ويبينار سابق عن أنه دروبل يتكون من موديولات وفي ديستريبيوشن إلى آخره. هذه موقع دروبل. لو جينا بنروح للموديولات حاليا، الآن بنروح للموديولات. الموديولات طبعا هي الإضافات، كيف أنت تستخدم الإضافات الخاصة بدروبل. هذه طبعا هنا في فلاتر مصفيات، لو إحنا نبغى الموديولات الخاصة بدروبل 8 والخاصة بالكورس أو التجارة الإلكترونية، ولو جينا بحثنا بنلقى مدار في هذا المال ممكن تخدمنا للإلكتروني متكامل. هذه طبعا وش يفرق عنا احنا نبني متجر خاص فينا، هو انه في المنصات المنصة توفر لك يعني في بعض المنصات يعني وسائل دفع، وسائل شحن، إضافة منتجات إلى آخره. المنصات هذه صح إنها ممتازة وتخدم، لكن يعني ما تكون بخصوصية عالية، بالذات إنه بياناتك مشتركة معاهم، منتجاتك عندهم، كل معلوماتك عندهم. لكن لو أنت حابب تسوي متجر مستقل خاص بك، تخططه على كيفك، تبرمجه أيضا على كيفك، تحاول تكون تستخدم فيه تخصيص على كيفك، لابد بوابة خاصة فيك أو تبني نظام خاص فيك من خلال دروبل أو غيرها من لارافيل أو غيرها من الأنظمة، مثل ماجنتو أو غيرها. حاليا عندنا البرزنتيشن الحالي، لو احنا نبغى نتكلم عن العملية التجارية على الإنترنت، يعني غالب أو البيع من خلال الإنترنت أو من خلال أي متجر إلكتروني، فنبغى نتعرف كذا عن رحلة حياة عملية الشراء، كيف ممكن تتم من الصفر أو من البداية وحتى النهاية. إحنا عندنا في دروبل إنك أنت تبني أول شيء موضوع المتجر نفسه، إنك تنشئ المتجر نفسه.
بعد ما تنشئ المتجر، طبعا من الميزات الموجودة في دروبل انه هو يسمح لك انه انت تبني اكثر من متجر خاص بك، يعني مثل مثلا بعض الموزعين مثلا اللي هم زي نون، او بعض المتاجر زي نون والسوق دوت كوم، تستضيف الموزعين او تستضيف التجار عندها وتسمح لهم انهم يبيعوا عندها. يعني هي تقدم لك منصة انت من خلالها تقدر تبيع وتقدر بكل شيء. تمام، طيب حنا حاليا لما نبغى نشوف كيف التطبيق العملي هي ايضا على دروبل، حيكون عندنا البرنامج هذا اللي هو الاكويا ديف ديسكتوب. البرنامج هذا لو احنا حملناه نركب نسخة من دروبل. انا حاليا من هنا من اضافة نيو دروبل سايت، موقع دروبل جديد، ثاني خيار اللي هو واسوي لها انستول. انا مجهز هنا واحدة معي، هنا في واحدة هنا عندي جاهزة نسخة، فهنا ممكن انا ايش ابدا اشغلها واشوف كيف ابني متجر تبعي من الصفر على دروبل. تمام، اول سؤال سالني عن اللغه، جيت انا اخترت لغه انجليزي، نفضل دائما انك تستخدم اللغه الانجليزيه، ثم بعدين تضيف اللغات الاخرى تعتبر مترجمه للغه الانجليزيه حسب هذه الانظمه الانجليزيه. ثم الآن أعطاني خيارات، أنا اخترت الستاندر اللي هو بدأ يركب معي نسخة من نظام دروبل. حاليا أنا لما قاعد أركب نسخة من نظام دروبل أنا قاعد أستفيد من كل الخصائص الموجودة على دروبل، من ناحية إنه هو دروبل عبارة عن نظام يتعامل مع النصوص، مع الباكت، مع الصناديق، مع التواصل، محررات نصوص، مع محتوى، مع تعليقات، مع تواريخ، مع يعني يحتفظ لي بالتصنيفات. ففي أشياء وأجزاء مهمة جدا إنك أنت قاعد تتعامل معها في نظام دروبل، أو حتى ممكن منها في التعامل من خلال نظام المتجر الإلكتروني. تمام، قاعد يركب الموديلات الأساسية والمطلوبة لنظام دروبل. طيب طبعا حيطلبني إني أنا أسمي المتجر، فسأعطي الاسم مثلا والله دروب الكوميرس كمثال، هنسمي الايميل هو تيست. هنا الدولة والتوقيت الزمني وهنا يفحص التحديثات ويرسل تنبيه للإيميل بالتحديثات. الآن أنشأنا موقع كامل متكامل من خلال منصة دروبل. بنيجي للتخصيص، الصوت واضح؟ جميل، طيب الآن تركبت عندي نظام من نظام دروبل. لو لاحظنا إنه أنا هنا عندي الاستراكشر، عندي المظهر، الناس يسجلون التقارير إلى آخره. أنا هنا من أكويا ديف ديسكتوب هو يعطيني إني أنا أتعامل الواجهة النصية من هنا، الواجهة المحرر الأوامر، فأنا بختار محرر الأوامر هنا من عندي، أبدأ إني إيش أعطيه بعض الأوامر من خلال
المحرر هذا لتركيب بعض الموديولات. أبغى أتحرر الأوامر، ممكن أخذها من موقع دروبل. لو أروح لأي موديول مثلا، أروح للموديولات، بختار الموديولات الخاصة 8، هي يعني النسخة المعتمدة والرسمية، أو يعني المستقرة والمدعومة بشكل أفضل. الآن الموديول هذا عندي في النظام، ممكن إني أنا آخذ الموديول، آخذ الخاصي، وعندي نظام اللي أنا حمله من الموديولات. طبعا ممكن أواجه مشكلة في الأكويا ديسك ما يرضي يركبه، فلذلك أنا أستخدم محرر الأوامر، محرر اسمها دراش، هذه تيجي راكبة معه. وأستخدم الاختصار اللي اسمه EN، يعني Enable من Enable. ثم بعدين اسم المديول اللي أنا أبغى أركبه، اللي هو Admin Tool Bar. بعدين شرط ياس، يسوي ياس لأي فيرم. تمام. الآن خليني بس هيك. حاليا ركب مع مديول، بقدر افعله مثلا واسوي انستول. كذا انا فعلت المديول الخاص فيه. نسخة الدروبل هذه قديمة، ممكن تحتاج تحديث، عشان كذا هو معطيني فيه بالأحمر. فبنحاول الآن نحدد مع بعض ونشوف إيش تفاصيل جر الإلكتروني. طيب الآن تحملت معي، هنا معطيني تنبيه بالأحمر إنه قديمة، لا القوائم تنسدل معي بعد ما ركبت الموديول هذا. النسخة الدروب القديمة، فأنا بعطيه اللي هو دراش اس. طبعا للمعلومية هذه دورة يعني ليست للمبتدئين في البرمجة بشكل عام أو في المواقع الإلكترونية أو دروبل، وإنما هي المتخصصين، يعني ممكن تكون متخصصين أكثر، لكن حتى لو كان معنا من الناس المبتدئين فهم ممكن إيش يبحثون عن أي معلومة يعني نذكرها هنا، وبيجدوا يعني بيجدون تفاصيل مفصلة على الإنترنت. الآن حاليا أنا قاعد أحدث الكور حق دروبل من نسخة 8.8.1 إلى 8.8.5 بالأمر اللي هو دراش أب أبديت، وأعطيته داش ياس عشان يسوي كونفيرم ياس يظهر في الكور. تمام. طيب لو جينا حق من تول بار، لو بنركب الموديول حق الكوميرس، الأفضل أنك أنت تركبه من خلال الكومبوزر. الكومبوزر هي عبارة عن نظام أو أداة ممكن أنت تركبها البرمجية أو الإضافات، ومن خلال هذه التولز هي تجيب لك الملحقات ومتطلباتها، فما يحتاج أنت تقعد، ما هو بالدور كامل. فالآن لحظة خلينا نشوف مع بعض كيف ممكن إذا خلص الأبديت نركب المتجر الإلكتروني من خلال الكومبوزر، وكيف حنتعامل معاه والعمليات التجارية هذه خلال المنصة.
حاليا لا زال قاعد يركب، مجرد ما ينتهي ايش يصير عندي النسخة اللي قبل محدثة لآخر إصدار. طيب حدث، احنا بنتعرف هنا على المتجر الإلكتروني. انا لما لازم انشئ ستور واحد او عدة ستورز، يعني لازم انشئ اكثر من ستور مثلا. انشئ اذا اضفت المنتج، يعني قد اضيف انا منتج واحد او منتج متعدد. كيف منتج متعدد؟ ابيع جوال، فانا ممكن اضيف الجوال هذا كمنتج وابدا ببيعه. لكن انا اذا كان هذا المنتج عندي متعدد، يعني في جوال لكن في جوال لونه ابيض وفي جوال لونه اسود، له سعر والاسود له سعر، او هذا ذاكرته 512 او هذا ذاكرته 256، ففي اختلافات بين هذه المنتجات. او مثلا انا ببيع مثلا تيشيرت، والتيشيرت هذه لها ايضا اسعار مختلفه حسب اللون وحسب المقاس، في مقاس سمول وميديوم ولارج، وفي الوان ابيض وبرتقالي وازرق، فتختلف. فهذه تسمى تعدديه المنتجات اللي هي برودكت فاريشن، فان له سعر خاص فيه، تقدر تضيف مواصفات ايضا لهذا. وهذه كلها حنشوفها في التطبيق العملي الان بعد شوي على المنصه. في شيء عندنا في دروبل يدعمه اللي هو الستوكس من هذا المنتج، يعني منتج اعرضه للبيع، وما انا اعرض منتج للبيع ويكون اصلا مخلص من عندي من المستودع. فلا بد انا اذا جيت ابيع مثلا تي شيرت معين اذكر انه عندي مثلا منه 15 قطعه، او ببيع جوالات فانا عندي منه مثلا 5 قطع، او ببيع منتج معين لابد اذكر الكميه، لانه كل ما اشترى احد بينقص الكميه الموجوده عندي في الستوك. سلة الشراء، طبعا دروبل بيسمح لنا ان احنا نعطي الاعضاء وللزوار الموقع سلة شراء خاصة فيهم، بحيث انه هو ممكن يضيف المنتجات لها ويحفظ المنتجات فيها، يحتفظ في المنتجات فيها الى ان تتم عملية الشراء. ويختلف طبعا متجر عن متجر، فبعض المتاجر لها سياسه انه اي منتج راح سله الشراء فانه يخصمه من الستوك، وبعض المتاجر لا ما يخصم الستوك حتى يتم الشراء الفعلي لهذا المنتج ويتم الدفع. دروبل ايضا يسمح لك بانك انت تضيف المستثمرين على دروبل او على الكومرس نفس الناس اللي قاعدين يشترون منك، هذول عباره عن يوزرز، أكيد أنه حيكون لهم حقول كاسم وجوال وعنوان، وأيضا عمليات الشراء السابقة اللي تمت يقدر يشوف ويطلع عليها، سعر الخاص اللي دفعها إلى آخره. كل هذه يخدمك فيها اللي هي اليوزرز الموجودة حاليا على دروبل. اليوزر لما يشوف المنتجات على الموقع هيبدأ يضيف المنتج إلى السلة، إضافة للسلة، إما أنه يضيفها للسلة وإما أنه يضيفها للوش ليست. الوش ليست هي عبارة عن إيش؟ إضافة المنتج، يعني حيث هو المنتج هذا ممكن يشتريه لاحقا وليس حاليا، أو أنه يضيفه إلى السلة. طبعا حيكون في تنبيهات، مجرد أن أنت أضفته مثلا للوش ليست يقدر ينبهك كل ما صار في خصومات على هذا المنتج او صار في تحديثات على سعره الى اخره، ممكن يسوي تنبيهات على طبعا انت لما تبدا تضيف المنتج عندك انت كمستخدم او كيوزر، بيعرض لك المنتج حسب العمله الخاصه بك انت من ملفك الشخصي. فأنت إذا كنت في دولة معينة تتعامل بعملة معينة لابد يظهر لك المنتج هذا بالعملة اللي أنت قاعد تتصفح المنتجات فيها. ثم بعدين أنت بتتم عملية الدفع، بعد ما تتم عملية الدفع من خلال الأشياء يسمح لك فيها المنصة، فإنه بعد ما انت تتم عمليه الدفع سواء من خلال بيبال او الدفع عند الاستلام او ماستر كارد او فيزا او سداد الى اخره، بعدها تتم عمليه
هذا المنتج للمستخدم اللي تمت عملية الشراء من خلال إيميل، سواء في عملية الدفع أو سواء في عملية بعد ما يتم شحن هذا المنتج للمستخدمين، يقوم المستخدمين بعمل مثلا تقييم أو تصويت لهذا المنتج أو للخدمة نفسها اللي كانت فيها عملية البيع أو تمت من خلال عملية البيع. هل الخدمة جيدة، ممتازة؟ هل المنتج مناسب؟ هل هو ممتاز؟ هل المتجر ممتاز في التعامل؟ إلى آخره من التصويتات، وبناء عليها أنت ممكن تخرج بتقارير حسب مرئيات العملاء اللي اشتروا منك، أو تقييمات من خلالها أنت تقدر تطور وتحسن الأداء في المتجر الإلكتروني. هذا تقريبا اللي يتعلق بالشن، وحنا حاليا هنيجي نشوف كيف حنتعامل مع دروبل كوميرس. هذا هو دروبل كوميرس كموديول نبدأ نركبه على نسخة دروبل، حنشوف كيف احنا على الدروبل اللي عندنا. لكن زي ما ذكرنا انه احنا دروبل كوميرس ما راح نقدر نركبه من خلال التركيب العادي للموديول من خلال هذا توليو موديول، وانما ممكن لازم نركبه من خلال كومبوزر انستول. لو جينا بحثنا بالشكل هذا، هذا بس عشان اوريكم بس كيف توصلون انتم للمعلومه، ولا ممكن انا انفذ الامر هنا مباشره، لكن عشان انتم توصل لكم الفكره انه كيف ممكن انت تركب الإضافة الخاصة بالمتجر الإلكتروني. تقريبا خلال لما تكون على المسار أو على المجلد اللي راكب عليه نسخة الدروبل، تستخدم الأمر هذا بحيث إنه أنت تركب الموديول اللي اسمه كومس، اللي يضيف لك كل المعلومات الأساسية لإنشاء إلكتروني. تمام، فعندنا هذا الأمر الخاص بالكمبوزر اللي بنستخدمه بعد شوي. طبعا الكمبوزر لما أنا أنفذه حيركب لي كل هذه الإضافات أو الملحقات الخاصة مع دروبل كوميرس، لكن بما أنه أنا أوند لاين أنه حيجيبها كلها، ما يحتاج أروح أقعد أركبها كلها واحدة واحدة، حيركبها كلها من خلال سطر واحد. طبعا هو معطينا هنا برضه زي ما لاحظنا أنه فيه خيار ثاني من خلال موديول لودويج. اللودويج هذا من خلاله انت تستخدم التركيب اليدوي للموديولات هذه، تركبها بشكل يدوي او المكتبات هذه، وتصير ايش تجهز المتجر من ناحية برمجية تقنية انه يقدر يعني يسوي تفعيل للدروبل كوميرس. حاليا لو جينا نشوف هنا، عشان لو تأخر الوقت، لو جينا نشوف هنا عندي أنا نسخة ثانية من البوابة هذه دروبل كوميرس، ولو روح بلقى إن الكوميرس هذا وبعد ما كتبناه بيكون بالشكل هذا، بيعرض عندي كوميرس، كوميرس كارك اوت، اللوك، اوردر، بيمنت، برايس، برودكت بروموشن. كل هذه من الموديولات اللي يعتبرها هي للتركيب على دروبل. تمام، طيب حاليا هنا طبعا خلص عندي، فأنا ممكن أبدأ أركبه. لو جينا ناخذ الأمر هذا هو كوزر require دروبل كوميرس، وبعطيه للكوماند لاين، خلينا نشوف. حاليا خلينا نشوف كيف بوزر كيف نتعامل. طبعا لو صفحت ايضا المدخل
في موقع دروبل الرسمي بنلقى في موديول الكوميرس، فيزيكال فيلدز، موديول الشيبينج هذا خاص بالشحن، كارت ايضا الكترون للبيع مثله مثل الكوميرس، لكنه حاليا تقريبا الدعم صار له ضعيف جدا، والدعم تركز اكثر في الكوميرس. الكوميرس ستوك هنا بعض الموديولات ايضا اللي تخدم الكوميرس ستوك اللي تكلمنا عنه، ان انت كيف تسوي المخزن المستودع للمنتجات اللي عندك. وهذه ايضا برضو بعض الموديولات اللي تخدمك في المتجر الالكتروني. تكلمنا عنها وقلنا انه انت ممكن تضيف منتج الى قائمة الامنيات. هنشوف كيف حنضيف احنا بعض المنتجات لقائمة الامنيات وكيف لا وقت ما يخلص التدريب. دروب الكوميرس الان صرت اقدر كمان استخدم المحتوى، مثل عارفين الكونتنت تايب نفسه على دروبل انت تقدر تتعامل معاه كحقول، تقدر انت تعدل في الحقول وتغير فيها زي ما تحتاج. يعني هنا مثلا مقالات ابى اتحكم في الحقول، انا من هنا اقدر اضيف حقل للنص، البادي، تعليقات، صوره والتاجز. نفس الشيء هذا تماما بيتم تطبيقه على الكوميرس في كل خياراتها. الان بدا ايش يركب مع الكوميرس، خلينا نشوف كيف. بس بعد ما نفعل المديول هنشوف كيف احنا ممكن نعدل في الحقول. هنا كيف تعدل في الفورم نفسه اللي يعرض الحقول، كيف تخلي بعض الحقول إلى عريضة، نوعها اوت كومبليت، هل هي تشيك بوكس ولا راديو بوتون، هل هي كذا إلى آخر. أصلا دروبل إن أنت تتعامل معها. فحنشوف مع بعض كيف ممكن إحنا نفعل الكوميرس والموديولات وغيرها. هنا الديسبلاي زي ما قلنا انه هي العرض لنفس الحقول هذه، الصوره كيف تنعرض؟ هل تنعرض صوره ولا تنعرض رابط الصوره؟ المقاس حق الصوره كيف ينعرض؟ ومن هنا اقدر اعدل في المقاس، النص، الرابط، التعليقات، كل هذه الاشياء مثل ما هي تماما نتعامل معاها ككونتنت تايب. حنشوف كيف حنتعامل معاها في الدروبل كوميرس. تمام. طيب بنحاول ناخذ بس الأسئلة عبال بس التركيب. الصوت واضح أتوقع، ما أدري هل الصوت واضح، في ناس يقولون إنه التقطيع في تقطيع في الصوت. بالنسبة للي يعني ممكن يطبقون معنا خطوة خطوة، ممكن أنت تطبق معنا خطوة خطوة، نعم ما في مشكلة. مثل ما ذكرنا ممكن تركب برنامج هذا اللي اسمه أكويا ديف ديسكتوب، تحمله عندك سواء ويندوز أو ماك في نسخة، وتفعله على ماك يعني تعطيه الصلاحيات والأكسس، بحيث أنك أنت ممكن تضيف سايت جديدة وتركبها الدروب كوميرس. طيب هل هو يدعم اللغة العربية؟ أنتم تذكرون أول ما إحنا شفنا كيف إحنا تعاملنا معاه، أول ما جينا نركبه تبغى اللغة العربية أو الإنجليزي، أنا اخترت اللغة الإنجليزي. لكن لو أنا اللي هي الإضافات أقدر أتحكم بمدولات خاصة باللغة العربية. لو لاحظنا هنا في عندي أنا أقدر أفعلها وأسوي لها إنستول، بالتالي أقدر أضيف أي لغة ممكن يحتاجها المتجر الإلكتروني سواء إنجليزي، عربي، فرنسي، ألماني، أي نضيفها على المتجر. وهذه من القوة والمرونة في دروبل. طبعا في ناس تسأل هل هو مثل وورد بريس، لكنه أقوى حماية وأفضل مرونة وأقوى نظاما من وورد بريس، هو المبني على شكل فريم وورك مثل الخاص بالـ PHP. لاحظوا نحن مثل ما ركبنا لانجويج، الان انا سمح لي اني اقدر اضيف لغه ثانيه غير اللغه الانجليزيه. الان اللغه الانجليزيه عندي مضافه، لكن لو انا ابغى اضيف لغه ثانيه لهذه المنصه او لهذا المتجر
أقدر أستخدم العربية. زي ما لاحظنا أنه في لستة كبيرة من اللغات أنت تقدر تضيفها وتضيفها للمتجر الخاص بك. تمام؟ لاحظ أنه الآن لا زال قاعد إيش يركب في المتطلبات الخاصة بالمتجر. ممتاز جدا، يعني الآن قاعد ماشي في التركيب. طبعا البطء هذا فقط من ربما من عندي من الاتصال او من يعني الكومبوزر نفسه عندي على الجهاز، لكن ممكن احد يجرب عنده او يجرب على سيرفر يلقى الموضوع اسرع من كذا بكثير. طب انا هنا ممكن احدد اللغه العربيه هي اللغه الافتراضيه، واقدر ايضا اعطيها اولويه لو احب اعطيها الاولويه بشكل هذا. أيضا لو نيجي نفعل العربي بشكل جيد، نيجي نحدث التحديثات لأنها ربما الآن معنا، أنا ممكن أسوي تشيك للترجمة، بخليه يشيك على الترجمات ويجيبها لي. لاحظ أنه نشوف بعض، ممتاز جدا. التركيب عشان كيف نشوف كيف ممكن احنا نتعامل مع انه في مشكلة فقط. لا انا فلو انت تتعامل معاه كسير او ممكن انت تتعامل معاه في سيرفرك، ممكن يشيك على اللغات ويترجم لك حتى الواجهه هذه، يخليها مترجمه معك الف تقريبا، يعني تقدر 20% حتكون مترجمة. بس عشان من ناحيه ارتاح اكثر مع اللغه الانجليزيه، افعل بس اللغه الانجليزيه واعطيها الاولويه. بعد ما ركبناها بالكومبوزر، لو نيجي نروح للاكستند للاضافات ونيجي نفعلها، هنشوف كيف احنا ممكن تتفعل معانا بسهوله. خلينا نشوف اكستند. بعد الموديلات حقت الكور، بعد الادمنستريشن، لاحظ انه صارت هنا تظهر عندي موديلات الكوميرس. انا حفعل اول موديل اللي هو الكوميرس اللي هو الاساسي، حفعله واسوي سيف انستول، وحيركب معه تلقائيا بعض الموديولات الاساسيه والافتراضيه. حنقول كونتينيو. حاليا قاعد يستورد الترجمات ايضا الخاصه بالمديول. لاحظ انه انا بعد ما فعلته صار يظهر هنا عندي خيار الكوميرس، صار يظهر هنا عندي خيارات تجار الالكتروني. نشوف الان هذا هو صار عندي يظهر المتجر الالكتروني، لكن لما نضغط عليه ما في الا بس الاعداد صاب المتجر الالكتروني. اركب باقي الموديولات عشان اقدر ايش استخدم الميزات. حاليا ما اقدر استخدم اي ميزه لين ما انا اركب باقي الموديولات. خلينا نشوف مع يا جماعه اللي يتم طرحها من خلال خانه الكويشن، حيتم إجابة عليها حتى لو في نهاية المحاضرة. لاحظ الكوميرس هذا اللي فعلناه فقط. طيب لازم هنا أفعل السلة، لازم أفعل التشيك أوت اللي هي عملية الشراء نفسها، اللوج هذا اللي تفضلي بالسجلات، الأور البيمنت هنا عملية الدفع، هنا البرايس اللي هو التسعير، إني أنا أسمح للمنتجات إني أعطيها تسعير، هنا اللي يسمح لي بإني أنا أضيف المنتج، يسمح لي اني انا اسوي عروض ورموز ترويجيه للمنتجات، ترويجي باسم معين للمنتج المعين او لفتره معينه او لسعر معين.
هنا الستور هذا عشان انا اقدر فعلا اتحكم بالستورز والكونفيجريشن الخاص فيها، وهنا الخاصه بالتاكس والضرائب. طيب وسعد ايضا الاضافيه عشان نشوف كيف حنتعامل معها. تمام. قاعد يركب لسه الموديلات، خلينا نشوف كده بعد ما يركب الموديلات ايش ممكن نقدر نسوي مع الموديلات. تمام، حاليا الان هذه الخيارات الان صارت عندي هنا في برودكت في الستور الى اخره. تعال خلينا في الكونفجريشن حق المتجر الان، ما دام صار في عندنا كونفجريشن كيف ممكن نتعامل معها الان. تمام ممتاز. الآن خاصة بالإعدادات الخاصة بالمنتج للمنتج الخاص فيه، يعني هنا مثلا هنا البرودكت ما راح يقبل لين ما أضيف الستور، مثل ما احنا هنا شفنا عندنا تو في البرزنتيشن لازم أنشئ أولا الخاص الستور الخاصة بالمتجر الإلكتروني، بعدين أنشئ المنتج، بعدين اقدر ابدا البيع في هذا الان. لو نيجي للستورز لازم لانه هو يدعم المالتي ستور او المالتي فيندور في دروبل. الاول مثلا نقول او خلينا نقول والله موبايل الجوالات، الايميل الخاص في الايميل الخاص في هذا الدور هو mobile@mobile.com. اظن هو فعل سوريال والتايم زون هي رياض. الادرس حق الستور هذا وين موجود؟ والله في السعوديه مثلا، واقدر الضمان الخاص فيه والمدينه. هنا ممكن اختار انا وين اختم، اي مدينه اي دوله عفوا، وين الدول اللي البيع فقط السعوديه، لكن تضيف كل الدول اللي ممكن تبيع لها وتسوي سيف. هذا الستور الاول، انا الان انشات ستور اول خاص مثلا بالموبايلات. هو ليس تصنيف، ممكن هذا الستور وغيره، أو ممكن يكون اسم التاجر نفسه، والله مثلا المنيع للأجهزة الإلكترونية فرضا، أو نفسه كستور يبدأ يبيع منتجاته هذه. تقريبا هذه فكرة الستور. لما أجي أضيف منتج مني إضافة هذا المنتج معين، خلينا نشوف الآن، معليش خلني أرجع بسميه متجر عبد العزيز مثلا. currency سعودي ريال time zone، وهنا
وانا ادعم كل الكانتري، وهذا الستور هو الديفولت. الان اضفت ستورز. طيب لاحظت تو انه كان شيء اسمه العملات، وفقط كان يسمح لي بالعمله السعودي. كيف انا ممكن اضيف العملات الثانيه اللي هي الدولار اليورو مثلا؟ لو كان انا المتجر عندي عالمي، من هنا الكرنسي انا هنا موجود، لاحظ عندي موجود السعودي ريال، هنا ابغى اضيف كرنسي ار، او نبغى نضيف مثلا اليو اس ار، وبضيف مثلا فرضا الريال العماني، وانا كنت ايضا ابيع لعمان. هذا اليورو فقط ممكن، يعني انا ممكن ادعم هذه الدول مثلا وهذه العملات. فالان لما اجي اروح انا للستور الخاص فيني اشوف، هنا لما نيجي نشوف انه احنا سوينا ستور في الموبايلات لكنه يبيع داخل فقط مثلا السعوديه، يبيع فقط في السعوديه العمله الخاصه فيه السعودي ريال، لكن الستور اللي اسمه عبد العزيز هذا يبيع الدول والعمله الدفت هي السعودي ريال، لكنه ممكن العملات الثانيه. تمام. طيب خلينا نشوف، انا هنا ممكن اضيف الان ابدا باضافه المنتجات، لكن ما سويت اي امر برمجي، سويت الستور كيب وتفعيلات او كوماند لاين للتفعيل. الان بضيف المنتج من هنا، بس هذا اسمه انه هذا المنتج تابع لاي ستور، لموبايلز ولا لعبد العزيز ولا لكليهما. فانا هنا ممكن احدد هذا المنتج او سيف اند اد فاريشنز. الفاريشنز هنا تكلمنا احنا عنها، انه انت لو تضيف المنتج حتضيف الفاريشنز الخاصه بهذا المنتج. انا بضيف الان الفاريشن لهذا المنتج، فرضا الاس كي يو اي دي لهذا المنتج، او الرقم لهذا المنتج، او باركود ممكن يسمى. فانا ممكن هذا اسميه واحد سعر حق، لكن 10 ايش ريال. لاحظوا هنا انا يدعم عندي العملات الاخرى، لكن الديفولت هنا اضفت الفاريشن الاول، بضيف الفاريشن اقول والله اسمه 2 و 10 ريال وليس 10 ريال مثل الفاريشن الاول، خليت فيه فرق لكنه هو واحد. تعال لما نيجي نشوف المنتج، لاحظ انه 10 ريال. أنا الآن أستعرض هذه الفاريشنز، حنشوف كيف ممكن إحنا نستعرض الفاريشن. أنا هنا أقدر أسوي تو كارت، أضيف هذا المنتج للسلة وأبدأ عملية الدفع وإلى آخره. لكن قبل ما نسوي عملية الدفع والأشياء هذه، نرجع لموضوع البرودكت أتريبيوتس اللي هي الخصائص، إنه كيف ممكن تضيف برايس وتضيف أتريبيوتس للمنتجات. والله اتريبيوت للمنتجات مثلا، في شيء عندي لارج مثلا، سايزز الاتريبيوت اسمه سايزز، ويطبق على الديفولت برودكت، يطبق على الديفولت برودكت. وكيف نخلي الاتريبيوت هذا وش نوعه، راديو بوتون ولا سيلكت ليست؟ خلينا نقول سيلكت. فهنا السايزز الآن أنا بضيف للمقاسات والأحجام خاصة بالمنتج. الأتريبيوت الأول بقول عنه لا، والأتريبيوت الثاني، والأتريبيوت الثالث خنقول سمول، ونسوي سيف. الآن صار عندي إيش؟ attributes بالسايز، وهذه الاتريبيوت فيها عدة قيم. انت ممكن القيم هذه تستخدمها للمقاسات
المنتج الآن أنا هنا بشوف المنتج تبعي، طيب هنا في الفاريشن لاحظ انه صار عندي ايش، يظهر السايزز كاتريبيوت يظهر عندي بشكل تلقائي، انه هذه اللي سعرها 10 ريال وش هي، خلينا نقول اللي السمول سعرها ب 10 ريال ونسيف التعدديه، اضفنا فاريشن واحد وفاريشن اثنين، هذا كان بسعره 10 وهذا ب 12، لكن هذا اللي ب 10 اضفنا له انه هو للحجم السمول، وهنا خلينا نقول هذه الحجم اللارج نسوي سيف، صارت الاتريبيوت الان تظهر. وكل اتريبيوت انت تضيفه، يعني كل اتريبيوت المنتجات الخاصه او تضيفه عندك على المتجر تلقائي بيصير يظهر كل منتج وتظهره. حتى لو تبغى تضيف اتريبيوت للالوان مثلا ممكن تضيفه وممكن تستخدمه الى اخره. تمام؟ الان المنتجات الخاصه فيه مثلا خلينا نشوف عندي حاليا الى الان منتج واحد، خلينا نستعرضه ونشوف. حاليا انا المنتج عندي لاحظ انه بدأ سمول او لارج، لاحظ انه انا لما اخترت لارج صار السعر 10 ريال، لما اخترت سمول صار السعر 10 ريال، واضح؟ طيب لاحظوا انه انا سويت الان فاريشن خاصه بالمنتج، سويت اتريبيوت وسويت تسعير لهذا المنتج. الله اكبر الله. طيب طيب عندي الآن منتج، الآن إضافة المنتج للسلة، أنا اخترت سمول أضفته للسلة، الآن شو يقول لي؟ تم إضافة منتج للسلة، وين السلة؟ طبعا معروف دروبل إنه دروبل كوميرس نفسه إنه أنت تقدر تستخدم كات فيك، فلو رحت للبلوك بلوك لاي اوت خاص بالسله، او تقدر تضيف بلوكات خاصه بالسله، نقدر نضيفها، خلينا نضيف هنا، هنا ممكن نضيفها في السكندري منيو، هذه هي الكارت، بسوي اد للبلوك هنا، بسوي سيف بلوك، لو هنا بحدث الصفحه صارت هنا تظهر عندي السله، صارت تظهر عندي لا موضوع في احنا في لقاءات سابقه في الويبينار ذكرنا او في بعض الـ 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 يعني تكلمنا عن كيف ممكن احنا نغير في الثيم ونغير شكله. خليني احط السله على شكل الجانب الان، السله موجوده هنا الان بدل ما كانت فوق، الان صارت عندي هنا السله، لاحظ انه السله فيها انه عندي واحد ايتم وهذه تفاصيله. طبعا كل شيء من ناحيه الديزاين والستايل انت تقدر تتحكم فيه وتغير الشكل والخطوط والالوان، تتحكم تستخدم نفس المرونه الموجوده على دروبل، وهذه يعني تكلمنا عنها في لقاءات سابقه. طيب السله بروح السله خلينا نشوف، شوف لاحظ انه هنا الان صار عندي في السله يعرض لي التفصيل انه انت ترى عندك الكميه واحد، السعر 10 للمنتج اللي اسمه تيست، ابغى اضيف ازود الكميه بختار اثنين ثلاثه وبسوي ابديت للكارت. تمام، حاليا صارت من المنتج اللي اسمه تيست. تمام اوت عمليه بروح لعمليه الدفع، الان هو يقول لي انه انت ما اضفت البيمنت جيت ويز، ما اضفت ايش البيمنت جيت واي عشان عمليه الدفع. هنا انا بضيف الواي مثلا، خلينا نقول انه احنا ممكن خلينا نقول اسمها كاش
او اختصار كاش اون دي سي او دي كاش اون ديليفري انفورميشن بيمنت انستراكشن انا الان اضفت او طريقه دفع اوليه تمام ونوع فعله تمام انا هنا الان اضفت عمليه دفع الان لما نيجي نروح ل السله نشوف مع بعض وبسوي تشيك اوت على طول خلاص سمح لي باني ادخل العنوان الخاص فيه عشان استلم البضاعه طيب وهين وهنا احتفظ بهذا العنوان طبعا لاحظوا صار تظهر عندي في حقل البروموشن كود انا بقول له continue to review انت تقدر تعاين من خلالها قبل عمليه الشراء ثم بعدين تسوي عمليه الشراء بشكل نهائي تمام هذه هي عمليه الشراء يعني تمت عمليه الشراء بنجاح your order number is one رقم الطلبيه حقتك رقمها واحد You can view your order إذا أنت كنت مسجل دخول تقدر أنت تستعرض فيك لاحظ أنه أنا هذا البروفايل حقي إحنا في قلنا عن البروفايل للمستخدم على دروبل لو لاحظنا هنا هذا البروفايل لاحظ أدرس بوك وعندنا هنا صار في عندي الأوردرز هنا لو لاحظنا فيه العناوين الخاصة في أضيف عناوين ويقدر يشحن لي البضاعة على عنوان معين فأنا من هنا أقدر أنا أضيف عناوين للبيت، عنوان للعمل، عنوان إلى أي مكان، وهنا الطلب الخاصة فيها من هنا أنا ممكن إيش أستها وأشوفها هذه الطلبية الأوردر رقم واحد وهي عبارة عن تم نجاح هنا في الكوميرس صار فيه هنا الأوردرات من أو كتاجر أقدر أشوف هذا من اسمه عبد العزيز الكاستمر اللي هو الادمن لاني انا الان بشاشه الادمن وايميل وكذا ونوعه كومبليتد والمبلغ هو 30 ريال لاحظوا انه انا كمان اقدر اسوي عمليات تعديل على الاوردرات يعني لو فرضنا العميل اتصل فيا وقال لي ابغاك تعدل لي العنوان للشحن من هنا اعدله او ابغاك تعدل لي بدل ما هي ثلاثه ابغاك تخليها مثلا خمسه تمام الآن عدلت الطلبية هنا لو أنت تبغى تضيف رسوم معينة مثلاً أو بروموشن عليه أو تبغى تضيف أي شيء ممكن أنت تعدل هنا على الطلبية بشكل كامل لأن أنت هنا خلاص في شاشة الأدمن في شاشة التحكم للمستخدم راح أحذف الطلب أيضاً من هنا لكت للكل أو طلب معين وأسوي له ديليت هنا أنا أقدر اللي فيها منتجات لاحظ أنه هنا السلة هنا فاضي ما لكن اي عمان يقدر يضيف للسله لاحظنا هنا البرودكت هذا البرودكت لو قلنا مقاس لارج اضفناه للسله فهنا انا في شاشه التحكم اقدر اشوف اي زبون اضاف منتجات عنده في السله حتى الان ولم يتم شرائها واقدر اسوي تصفير لهذه السلات انظفها او احذفها ويصير ايش ترجع فاضيه وما فيها شيء حاليا هذه الخيارات موجوده تعال خلينا نشوف خيارات عندنا هنا في الكورس الاوردر تعرفنا عليها الاتريبيوت تعرفنا عليها في البرودكتس هنا تضيف البرودكتس هنا البروموشن هنا اللي هي تضيف بروموشن اسم بروموشن خاص بسنه 2020 مثلا الخصم هل هو اشتر واحد تحصل على واحد ولا تحسين في السعر ولا تحسين في السعر
حسب منتج معين، او يعني يكون فيه خصم معين على منتج معين او على المجموع حق الاوردر، او على خصم بنسبه معينه على منتج معين، او خصم بنسبه معينه على المجموع على الاوردر كامل. فانا ممكن اسوي خصم على الاوردر كامل 10% مثلا، كامل برسنتج حق الخصم والله 10% بالشكل هذا. يبدأ هذا الخصم خلينا نقول من بداية شهر أبريل إلى نهاية معينة أنا بحددها أيضا، اللي هي نهاية شهر أبريل. فهنا بحدد تايم أيضا، إذا كان الخصم هذا ممكن ليميتد كل هذا يشتغل أو لا، أخليه محدد بأول 1000 شخص مثلا، او اول 100 شخص يستخدموا هذا الكود، بعدين بعد يوقف. طبعا حاله الرمز هذا يكون مفعل، ممكن يطبق فقط على ستور معين او عده ستورز. انا حاليا ممكن اخلي على كل الستورز. ممكن انت تضيف بول، تضيف كونديشنز، تضيف اي شيء تحتاجه. كل شيء هنا انت تقدر تخصصه زي ما تبغى، اذا كان العميل نوعه نوع معين، او الطلب اذا كان الطلب سعره من مثلا 10 ريال طبعا، او اذا كان المنتج يعني، او كان الاوردر يتضمن كميه معينه من المنتج او هذا. فكل هذه الخيارات موجوده عند في الدروبل وفي المنتج الالكترونيه الخاصه بالدروبل. احنا الان اضفنا البروموشن كود. طيب وش هو البروموشن كود الان؟ هو هنا الكوبون، انا اسوي جنريت للكوبون، نمبر كوبون، خلينا نقول 10 كوبونات كلها 8، خلينا نسوي جنريت. الآن هذا هو سوى لي عدة كوبونات، هذه عدة كوبونات، كل كوبون له 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 إيش محدودية في الاستخدام. أنت ممكن تحدد إنه لا، إنه غير محدد الاستخدام، أو ممكن تخليه إيش 100 مرة ممكن يستخدم هذا الكوبون. لاحظوا انه الان صار في عندي كوبونات موجودة للخصم اللي حيتم تطبيقه في 2020. لو نيجي هنا تعال للبرموشن، نعيد من اول، نعيد من جديد. الان عندي صار في خصم خاص ب 2020. ايش الكوبونات الخاصة فيه؟ انا هنا اضفت اكثر من كوبون، في كوبونات معينة سوينا لها جنريت، او انا ممكن ايش احذف هذه الكوبونات تمام، واسوي كوبون باسم معين، يعني باسم شخص معين، باسم مسوق الى اخره. اقدر انا اسوي هنا كوبون باسمه مثلا، اسمه عزيز مثلا، اسوي سيف، وبالشكل هذا صار الان في كوبون عندي اسمه عزيز، يقدر يستخدمه الناس على المنتجات واستخدامه امتد. تعال خلينا نشوف الان لما نيجي نرجع للرئيسية وبنشوف المنتج اللي عندي الان في السلة، وبسوي كاوت لهذا المنتج. الان لو بطبق الكوبون كود اللي اسمه عزيز اباي، سوالي خصم 10% فعلا، سوالي ريال و20 هللة من 12 ريال، وهو فعلا 10% من التوتال. لاحظنا الآن إنه كيف اشتغل معايا البروموشن كود بدون أي مشاكل. خلينا مرة ثانية للكونفيجريشن العامة الخاصة في المتجر. لاحظوا عرفنا وش التايب هنا، إنه أنا ممكن أتحكم بال، طبعا أنا لو أبغى أضيف صور مثلا، أو بضيف مثلا حقول معينة إضافية للمنتج، إما أني أنا أضيفها هنا من البرودكت أو من الـ البرودكت فاريشن. في البرودكت فاريشن هنا أنت ممكن تتحكم في الحقول، تضيف حقل خاص بالصورة
لو لاحظنا هنا مثل ما تعرفنا على دروبل سابقا في انه انت تضيف، فهنا انا ممكن اضيف حق للصوره للمنتج وخليته حسب الفاريشن، بحيث انه انت ممكن تضيف الصوره هذه في حاله انها كانت صوره كبيره او صغيره للمنتج. تمام، لاحظ الان اسوي سيف للحقل. خلاص الان صرت انا ايش لما اجي اضيف البرودكت، اضيف برودكت جديد هنا بسميه منتج جديد وبخليه في كلا المتجرين وسيف اند اد فاريشن احفظ. الان لما اجي بضيف فاريشن حيكون رقمه مثلا 3، سعره ب10 ريال، الحجم لارج، واقدر اضيف صوره لللارج هذا، يعني مثلا هذه الصوره مثلا، نسوي سيف بعدين اضيف بخانة للسمول والصورة الخاصة بالسمول ونسوي سيف. هنا عفوا يورو، نرجعه بس لريال. الآن صار في فاريشن. لو أجي في المنتج الآن منتج جديد، هذه الصورة الخاصة تغير مول، تغير وتغير الصورة الخاصة فيه. لاحظنا كيف انه حتى الصوره الخاصه تغيرت معه. طيب هنا صار اغير سيلكت ليست هذه، بخليها راديو بوتون مثل ما تعرفنا على دروبل سابقا، انه انت تقدر تتحكم في القول وكيف تخليها هنا سيلكت ليست، لا نخليها راديو بوتون. طبعا هنا هو سامح هنا من الان لو نجي حدث هنا سمول هنا لارج. طبعا انا هنا فقط اضفت هنا الصوره بالخطا، الصوره بالخطا لللارج، ولا انت الان صار يختلف معاك السعر وتختلف معاك الصوره الخاصه بالمنتج. هنا كلمه ايمج الخاصه اللي تيجي فوق الصوره، ايضا ترتيب عرض. الان لاحظوا الان بنحاول نعدل كل هذه التعديلات بكل سهوله في دروبل. لاحظ انه للمنتج بروح للفاريشن هنا اللارج، أبحذف الصورة هذه، الصورة اللارج، أسوي سيف، وفي السمول أبغى أغير الصورة وبختار الصورة الثانية للسمول. إيش في كانت ملاحظات أيضا عندنا؟ كانت تظهر تحت المنتج، أنا هنا في البرودكت، عفوا في الكونفجريشن في البرودكت تايب، عفوا مش في البرودكت تايب وانما في البرودكت فاريشن، فاريشن تايب. بنروح هنا للاديت، هنا في المانج فيلد الحقوق، احضر انه هنا في صوره الايمج سايز، لكن في الديسبلاي في العرض كان يعني الايمج تحت، انا الان اسحبها اقدر احطها فوق، ثم بعدين هذه هي السعر، ثم بعدين المنتج. لو الآن نستعرض المنتج هذا المنتج الخاص فينا، فعلا ظهرت الصورة أول ثم بعدين المقاسات ثم بعدين إضافة للسلة والسعر. إحنا هنا برضو ممكن نتحكم في هذه، نخليها مخفية hidden، وأيضا الصورة ممكن نخليها ثامبنيل مثل ما عرفنا كل هذه سابقا في اللقاءات السابقة الخاصة بدروبل. فالآن أنا لو أقدر أشوف أحدث الصورة، صارت الصورة عبارة عن مصغرة، وهنا يمكن صارت أيضا مصغرة، وصارت وراحت كلمة سابق اللي كانت موجودة برايس، صارت كيف ممكن نرفعها فوق. من البرودكت فاريشن
ممكن نرفعه نشوف، لا زال البرايس متغير. طيب هنا الفاريشن احنا ممكن نحطه فوق، طبعا هذه ممكن انت تقدر تتحكم فيها وتشوف كيف ممكن تستخدمها. لاحظوا حتى مسوي له ديسيبل، انا هنا ممكن اسوي نيبل، اقدر اعرف المنتج هذا من التاجر اللي يبيعه. لاحظ ان التاجر فلان والتاجر فلان عنده المنتج هذا، فانت ممكن تاخذه وتشتريه. فزي ما انت لاحظنا انه احنا قاعدين ايش نتحكم في السحب واللات للمنتج، وقاعدين نرفع فيه وننزل، ونشوف كيف ممكن احنا نخفي او نظهر بعض في المنتج. لاحظوا انه حتى هنا لو كان في السلة كيف ممكن ينعرض. لاحظوا انه هنا شوف كان في سلة الشراء ما يعرض السايز، مثلا سايز، تعال خلينا نشوف الآن لما نجي نضيف للسلة. هذا هو صار يظهر عندي ايش السايز الخاص بالمنتج هذا. طيب ممتاز جدا، عرفنا الكرنسيز، البرودكت، البيمنت، الاوردرات كيف ممكن نتحكم فيها. طبعا هنا الاوردر هنا لو لاحظت لها خيارات ايضا، الاوردرات انت كيف ممكن خيارات كيف يعني تجيك الاوردرات، كيف التدفق الخاص فيها، كيف الورك فلو حقها، كيف هل ممكن يرسل نسخة من الايميلات، اوردرات معينة الى اخره. هنا الاوردر ايتم تايب، ممكن انت تتصفح هذه الخيارات وتشوف ممكن ايش تتعامل معاها، وتشوف كيف ممكن انت تخلق الخاص بك. كيف ان احنا استخدمنا خصائص دروبل نفسها كيف الكتروني بدون ما تبرمج وتكتب اي اكواد برمجيه. نتكلم عن بعض الاضافه لنضيفها المتجر الالكتروني. زي ما لاحظنا هذه الموديلات اللي احنا تمام، لكن لو نبغى ايضا موديلات اضافيه غير موديلات، احنا قلنا انه هنا انت ممكن يعني مثلا هذا الموديول اللي هو الوش ليست، في موديلات كثيره احنا ممكن نضيف. دقيقة بس خلنا الموديولات. بنفس الشيء في أول اللقاء نجي بنفعل الرول حق الويش ليست. هنا بنيجي نقول له trash en wish list yes. وبنشوف كيف حيركب الموديول الخاص بالويش ليست، بحيث اني انا اقدر اسمح للعملاء انه يضيف بعض المنتجات للويش ليست بدل ما يضيفها للسله مثلا، وانما ممكن يحطها في قائمه الامنيات، انه بحيث انه ممكن يشتريها او يقارنها مع منتجة ثانيه او يشوف كيف عمليه الشراء الخاصه فيها. طبعا هنا في عدد اي من الموديولات، موديولات خاصه، يعني هذا موديول يسحب لك المنتجات في عمليه واحده، مثلا اذا جاهزة على سي اس في فايل او اكسل فايل يسحبها لك مرة واحدة. هذه موديول خاص بمثلا الدفع ومن الدفع، كيف انت ممكن
عمل المتجر الخاص فيك، طلبات الدفع أو طرق متاحة على المتجر فيك. الأشياء موجودة عندك هنا في بابل أو موقع دروب، تقدر تتصفح وتشوف كيف ممكن تستخدمها. هل ممكن أنت تستخدم دروبل كباك إند لتطبيق؟ نعم، ممكن تستخدمه لمتجر إلكتروني وتسوي منه تطبيق إلكتروني ويخدم بالاي بي اي، يعطي يعني واجهة برمجية للتطبيق الخاص بك. لاحظنا هنا الآن إنه اللي هو الخاص بالوش ليست، خلينا نتأكد هذا هو. خلي بس نسوي انستول. ممتاز. الآن لما شفت هذا المنتج، الآن صار عندي منتج. صار في هنا الويش ليست، هنا قائمة أنا ممكن أضيف مثلا هذه مثلا، يعني ممكن أضيف قائمة أمنيات اليوزر اللي اسمه عبد العزيز مثلا، أو مثلا gift، نسميها gift wish list. صار الأدمن هذا هو قائمة الوش ليست فاضية حاليا، يقدر يضيف أي منتج ويضيفها لهذه قائمة الأمنيات. لو أنا طبعا، كيف ممكن انا اضيف للمشتري انا كمستخدم؟ حاليا ممكن هنا ما تظهر، لكن كيف ممكن نظهر؟ خلينا نشوف الان مع بعض. هنا كريشن، عفوا هذه قديمه يبغى لها تحديث. هذه الويش ليست، هنا الكونفيجريشن الخاصه بالويش ليست. هنا الإعدادات، نسمح لليوزر بأنه يكون عنده أكثر من ويش ليست بدل ما هي بس ديفولت. وين تنعرض الويش ليست؟ أو وين يعرض المنتجات اللي هي بالويش ليست؟ وهنا على الويش ليست، طبعا في ديفولت هنا مثلها مثل الانتيتي تايب، برضو لها حقول، لها كل شيء مثل ونقدر هنا نخلي الانونيموس يوزر انه يكون عنده قائمه امنيات ايضا. لو انت حاب انك تخلي الناس الغير مسجلين عندك في الموقع انهم يضيفوا الامنيات اللي ممكن يشتروها. فلو لاحظنا الان هي زالت ما تظهر، نروح للبرودكت. ممكن الويش ليست هنا ما تضاف مثلا من المنتج نفسه، لكن انت ممكن تسوي فيوز، تستخدم نفس الخصائص اللي
عندك في دروبل وتسوي لك برودكت فيوز البرودكتات اللي عندك مثلا، والنوع تخليها ليش البرودكت فيرجن ديفولت، نسوي لها صفحة، نسوي سيف. لاحظ انه انا هنا الان قاعد استخدم الفيوز الخاصة بالدروبلات اللي فيها، سواء جريد سواء وش مكان نوعها، واقدر ايش اضيف المنتجات. لاحظ انه هنا صارت تظهر عندي ايش الفاريشن، المنتج الاول اللي كان حجمه سمول، المنتج اذا الاول نفسه لكن حجمه كبير، المنتج الجديد لارج، والمنتج الجديد سمول. هنا الان انا هنا انفورماتد ليست، لكن هنا ممكن اقدر اخلي تيبل او على شكل جريد، ممكن سيف. بعدين هنا ممكن هنا الحقول الخاصة فيها، هنا ممكن أقول أعطني حقول ليش الفورم، البرودكت، البرايس، ايشن ليست برايس، في حقول أيضا ممكن نضيفها. لاحظوا ان الان قدرت اعرض المنتجات مثلا مع مقاس ثم سعر ثم اسم الشكل هذا، واقدر اضيف الصور واقدر اضيف اي شيء خاص فيهم. لكن الوش ليست انا صراحه يعني ما تعاملت معها سابقا، لكن على نسخه 8 ما ادري كيف ممكن انت تضيف المنتج. يعني ممكن تضيف انه اد تو كارت، او في خيار هنا يسوي لك ويست ويسمح لك بانه انت تضيف المنتج الويش ليست. اتوقع انه في خيار بس كذا بسيط ممكن ايش يسمح لك انه انت تفعل الويش ليست على المنتجات حاليا تقريبا، يعني ده بشكل مختصر ومجمل. لكن لو صفحنا الرسمي بنلقى فيه موديلات كثيرة تدعمنا في المتاجر الإلكترونية. مثل ما لاحظنا أنا ما سويت أي صفحة الآن، كل اللي قاعد أسويه بس كوماند لاين، أوامر كوماند لاين. الموضوع انت ممكن تغير فيه على كيفك. المتجر متعدد خصائص وقوة الدروبل موجود، سواء بالفيوز سواء بالبلوك سواء بالكونتنت تايب، كلها موجودة ومتعلقة الستور الخاص بالدروبل. هذا يعطي قوة للمتجر اللي تستخدم على الدروبل حاليا تقريبا. يعني هذا بشكل مجمل وعام، ولو نتكلم بالتفصيل حناخذ وقت أطول، لكن حاليا هذا اللي نقدر يعني في هالوقت هذا البسيط ان احنا نستعرضه. ونيجي بعد اذنكم للاسئله ونشوف ايش الاسئله ونحاول نجاوب عليها. طيب طبعا المحاضره هذه مسجله، ممكن بعدين واحد يطبق معانا لو ما لحق يطبق. بالنسبه للي كان يسال عن اللغه العربيه، مثل ما شفتوا احنا اضفنا اللغه العربيه لأنه ما جذب اللغة أو الترجمة ما جذبها بشكل كامل. لاحظوا هنا جايب إنها صفر، لكن ممكن أنت لو تجرب على سيرفر أو تجرب مثلا منصة خاصة فيه، ممكن إيش يجذب الترجمة أو يجلك للموقع. لكن هنا يبدو إنه فيه بس مشكلة. تمام، في سؤال هل يعتبر مثل ووردبريس؟ نعم هو تقريبا مثل ووردبريس، لكنه اقوى شيء، اقوى ومتطور اكثر، وزي ما انت تشوف اعلى مرونه، اعلى في التعامل، مرونه الى اخر، اقوى حمايه من الووردبريس، اقوى مرونه وتعامل، وعباره عن فرق وليس مثل. في اخت تسال عن اليات الدفع. بالنسبه لاليات الدفع، احنا لو تصف موقع
سواء يعني في اكثر دفع مثلا هايبر باي، باي فورت، غيرها من البوابات، او عن طريق حتى امازون ممكن تدفع، او حتى عن طريق باي بال، أو كلها انت تركبها عندك، واللي موديول انت تاخذه بيسمح لك من خلال هذا الموديول. في سؤال يقول هل هو آمن وهل في استضافة؟ هو آمن جدا يعني، إن شاء الله بإذن الله إنه يعني حمايته أقوى من غيره من الموجود في السوق. هل به استضافة الموقع؟ أنت طبعا لازم تأخذ استضافة، تشتري استضافة أو تتعامل مع مستضيف وتبني عليه موقعك. هل المتاجر الإلكترونية الحالية مبنية بالدروبل؟ لا، ليس شرط. يعني في متاجر مستخدمة مثلا لارافيل، ووردبريس، ماجنتو، دروبل، يعني في خيارات كثيرة ومتعددة، لكن دروبل صراحة يعني من الخيارات القوية ومهضوم حقها في السوق، غير مستخدمة للأسف. بالنسبة لي يسأل عن الشهادات، بإذن الله بتوصلكم من خلال الإيميل. ما هو الشيء المميز في دروبل؟ ما هو الشيء المميز؟ مثل ما أنتم لاحظتوا أنه عمل مع المبيعات، مع العملاء، مع المتجر، مع يضيف وعدي بدون استخدم الكود البرمجي. يعني الكود رحنا في لقاءات سابقه عن دروبل وايش المميز فيه، انه هو يختصر لك الوقت، وعباره عن فريم ورك محمي وقوي وامن وكبير ضخم، وفي نفس الوقت يختصر لك الوقت يعني ما يضيع وقتك. هل مواصفات حاسوب متقدمة للعمل دون تعليق أو تأخير؟ لا، ليس شرط، ممكن يعني يعمل، لأن هو على المتصفح. البرنامج اللي خاص يعني عادي ممكن يشتغل على البرامج على اللابتوبات البسيطة أو المتوسطة. لاحظت أنه يعلق معك، لا أجل، أفضل استخدم جهاز أفضل. هل هناك رسوم على استخدامه؟ لا، هو مجاني تماما مثل ما لاحظنا، مجاني الأخرى اللي ممكن تخليك تدفع أو يكون سعرها مرتفع في الدعم أو سعرها مرتفع في الإنشاء. المتجر هو المكان اللي أنت تقدر تضيف عليه منتجاتك عشان تستخدمه للبيع والشراء، تقدر تبيع منه بشكل إلكتروني. المحاضرة هذه مسجلة، فالإخوة اللي انقطعوا للصلاة وجو كملوا معنا بيلقون التسجيل كامل لو فاتهم شيء. وحنا بإذن الله الآن بنصلي بعد اللقاء. اللقاءات السابقة كلها بتعرض على الموقع وممكن تتابعون الإخوة فيها. هل البرنامج يعطي تقرير مالي؟ نعم، بيعطيك تقرير مالي، بيعطيك تقارير فعلاً. أنت أصلاً تقدر تبني التقرير، يعني أنت تقدر تبني التقارير كاملة، مثل ما إحنا هنا شوفنا الأوردر، هنا هذه الأوردرات، أوردرات كاملة هنا ممكن تعرضها، وتقدر انت تبني حتى لو بحثت حتى في جوجل ممكن تلقى موديولات مثلا. لو ابغى اشوف موديول، هل في موديول ممكن يخدمني؟ اذا في موديول هيك او اوردر ريبورتس، خلينا نشوف وش هي ممكن تخدم هذا الموديول، خلينا نشوف هل هو ممكن يدعمنا. جاهز، ممكن نركبه، يعطيك تقارير كاملة. شوف تقارير كاملة على عمليات الشراء، وين، من أي دولة، من أي مدينة، من بالتفصيل. لاحظ كيف هذه تقارير برضو وصلة، فكل شيء. ما الفرق بينها وبين الدروب بوكس؟ دروبل هو عبارة عن فورم، ما هو مثل الدروب بوكس حق تخزين ملفات. نعم، المحاضرة متوفرة في حال لو رجعنا لها. ونعتذر منكم على موعد الصلاة، على موعد إقامة الدورة هذه، يعني في وقت مثل الصلاة لا يعني يكون فيها، لأنه المشكلة أنه إحنا الوقت ما كان فيه موجود. يعني في عندنا محاضرة الليلة من 7 أظن إلى 10، وكان الوقت المناسب اليوم من 5:30 إلى، حاولنا انه احنا نشوف اصلا مواعيد في غير اليوم هذا، لكن للاسف كلها كانت محجوزه، فهذا للاسف عشان كذا احنا ما قدرنا نشوف الموعد المناسب. هل في مثال حي لمتجر نقدر نشوفه؟ نعم، في امثله كثير حيه
ممكن تبغى تروح هنا للموقع الخاص ببيلد ويز تكنولوجي دروبل كوميرس بالشكل هذا. ايش المواقع اللي تستخدمها دروبل كوميرس؟ عطنا ايش المواقع اللي تستخدم دروبل كوميرس، يعرض لك لستة من المواقع هنا حسب الدول. لو انت تبغى تختار في امريكا وتختار حسب السعوديه، مع انه هذا يعني المتجر الا من السيرفرات او من الدومين، يعني اذا الدومين دوت اس اي يعتبره سعودي، لو ما كان دوت اس اي ولو انه دوت كوم ممكن ما يعتبره سعودي. لكن متفاجر كثير يخدم دروبل كوم، انت تطلع المواقع الحاليه اللي تستخدمه نقدر نستعمله في تصميم مواقع غير المتاجر. نعم، واخذنا لقاءات سابقه في الويبينار او غيرها انه احنا كيف نستخدم دروبل هذا في انك تبني انظمه وكيف تبني المواقع الالكترونيه. شكرا لكم جميعا لشكركم الرسائل اللي يعني ترسل الشكر، او والله يعطيكم العافيه انتم اللي اعطيتونا من وقتكم تستمعون لنا. توصلكم على الايميل باذن الله، وبتكون ان شاء الله مسجله على الموقع. بالنسبه اللي يسالون عن دوره مستقبليه اكثر تفصيلا، باذن الله ان شاء الله بنحاول اذا كان في امكانيه ان احنا نعرض اشياء بالتفصيل اكثر. هذه الخدمه مجانيه او بفلوس؟ احنا ذكرنا انه هذه الخدمه مجانيه، الدروبل هذا عباره عن مجانيه. يدعم من باي بال او مدى. نعم، ممكن تضيف. هنا في سؤال مره ممتاز يقول هل انا اقدر اضيف صور متحركه او جيف للمنتج؟ تقدر تضيف كل شيء، تقدر تضيف اي شيء، ما عندك مشكله. يعني انه المرونه اللي اعطانا اياها هنا في المنتجات انت تضيفها هنا البرودكت، عفوا هنا في البرودكت اتريبيوشن، هنا انت تقدر تضيف عدد لا نهائي من الحقول ومن اشكال الحقول. هنا لاحظنا في الفاريشن ايمج، صح ولا لا؟ لكن انت ممكن تضيف حتى مثلا هل هو تصنيفات، يتخلي المنتج هذا تحت تصنيف ملابس ولا اجهزه الكترونيه ولا كذا، تضيف مثلا حقل تقدر تخفض حقل، تقدر تضيف حقل للفيديو، حقل للرابط، حقل يعني رابط للمنتج مثلا في الشركه الام، التاريخ اذا كان انت تبيع منتج مثلا عباره عن لايسنس من مده معينه لمده معينه مثلا. كل هذه انواع من لك ان انت ممكن لو انت فعلت هنا على دروبل نفسه، دروبل الاساسي نفسه، انت فعلت فيه موديول اسمه ميديا هنا بيخدم في الفيديو والصور، الفيديو والصوت والمنتج انت يعني هنا لو احنا شفنا انواع الحقول محدوده شوي او ممكن ما في مين. انت الان لما احنا بعد ما فعلنا موديول لو حدث الان بنلقى خيارات ان احنا نضيف لكل منتج صوت او حتى فيديو او الى اخره. تمام، هل نستطيع جعل العملات بشكل تقاعد تكون مرتبطه بدخول كل شخص من دوله اخرى لو كان من الامارات عشان يصير درهم بدل ريال؟ نعم ممكن، تحتاج يعني عمل يعني تخصيص معين، لكنها تاخذ الموقع كم ياخذ؟ لاحظت انت انه ما اخذ مننا جلسه، يعني جلسه واحده قدرنا ننشئ كل هالموقع وكل هذا المتجر، ما ايش اخذ مننا وقت وجهد كبير بمقابل المواقع الثانيه او الاشياء المنافسه في السوق. لحظة، هذا الميديا موجود، هذا هو الميديا. أنت هنا تقدر تضيف ميديا، تقدر تضيف فايل للمنتج، تقدر تضيف أي شيء تبغاه. في مثلا لو تبغى تضيف خيارات معينة للمنتج تقدر. إذا كنت غير مبرمجة ما أقدر أشتغل عليه إلا مثل ما لاحظتوا، يعني إحنا ما استخدمنا مجرد أوامر بسيطة قاعدين نسويها أو نقرأ بس بالإنجليزي ونطلع ونبحث، قدرنا إحنا نسوي منتج. تكلفة الاشتراك قلنا إنه هذا مجاني. مجاني تماما 100%. قناة يوتيوب تنصح بها لتعليم دروبل؟ او احنا تكلمنا عن اكويا،
في قناة خاصة بأكويا ديسكتوب، أو عفوا أكويا تروبل يوتيوب، لو كتب كذا بشكل هذا هنلقى القناة الخاصة فيها شروحات فيديو مناسبة للبيجنر وللمبرمجين وللمطورين وللثيمات أو الأشكال أو القوالب الخاصة بالدروبل. لو هنا لاحظنا هذه الديفلوبمنت بيلدينج، هذه اللي اوت والثيمينج، هذه للبيجنر، قوائم تشغيل ممتازه ممكن تطلع عليها وتبني تتعلم منها دروبل، وبعد ما تتعلم دروبل تنتقل لكوميرس او تبني الكوميرس. هل هو نعم مجاني؟ تعلمنا يعني في لقاءات سابقه انه انت ممكن من هنا من اي ثيم انت تبغاه، انه اي ثيم من هنا توتس، كيف تضيف انت اي ثيم خاص بك او تنشئ ثيم خاص بك وتغيره على الموقع. لاحظ ان الثيم الحالي للموقع هو هذا، لكن اغير او عفوا دروش اي ان بوس انا هنا اقدر ايش اغير الثيم الى ثيم اسمه بوستراب، غيرت الشكل كامل الان بيتغير معي تلقائيا الشكل. وطلعنا في موقع دروبل هنا، وين راح؟ لو هنا في موقع دروبل رحنا على نلقى ثيمات كثيرة قوائمها مجانية، تقدر انت تركب الموقع الخاص بك او مجانية، وبتلقى مواقع تبيع لك ثيمات لو ما عجبك. انا هذا الحين بوتستراب قاعد اركبه، وخلينا نشوف هذا ثيم، هذا ثيم الكتروني مثل ما لاحظت حاليا حتى المستوى هذا ما استخدمنا برمجه، لكن في ناس ممكن يقول لا انا ابغى ابرمج عشان اضيف خصائص معينه، ابغى اخدم شريحه معينه، ابغى مدري ايش، ابغى الطلب اذا وصل يصير كذا، اذا المنتج صار كذا، في تخصيصات معينه هذه تحتاج برمجه. هل يدعم تطبيقات جوال؟ نعم، ذكرنا انه ممكن انت بالاي بي اي. وين قاعده البيانات اللي بيتسجل فيها البيانات؟ قاعدة البيانات حاليا دروبل يعني من المرونة والسهولة اللي فيه ما خلاك تتعامل انت مع قاعدة البيانات او ما يوريك اياها، لكن فعليا هي موجودة. هي لو ضغطنا اللي في الاكويا ديف ديسكتوب يبدا يفتح لك اياها موجودة، لكن دروبل ما يعطيك يعني ما يخلي ان انت تتعامل مع البيانات، وما يسمح لك او ما يفضل. بالعكس الحقول موجودة هنا، لو لاحظنا المنتجات بنلقاها موجودة، الكومر بيمنت الكومرس كذا كل شيء موجود هنا، بس دروبل ما يخليك تستخدم من هنا أبدا ولا هنا القناة إلا في إذا أنت بس تبغى تفهمها فقط. لكن أنت حاليا فقط من هنا تتعامل مع الحقول، أنت مجرد ما هنا تتعامل مع الحقول هو يأسس هنا في قاعدة البيانات. لكن تتعامل مع قاعدة البيانات في دروبل الموجود في دروبل ومن القوة الموجودة فيه، ليس مثل وغيرها. دروبل يعني يختصر على المبرمج. يوجد مجتمع على سلاك خاص بدروبل السعودية؟ نعم، في حساب على تويتر اللي ممكن يعني ممكن تبحث عنهم في جوجل. لو ما لحظت ابحث عن كلمني على تويتر عبد العزيز الصفدي، موجود على تويتر، كلمني وأنا ممكن أضمك لهذه المجتمعات على سواء سلاك او على الواتساب جروب الواتساب او غيرها. اقدر باستخدام دروبل اسوي لوحه التحكم واقدمها للعميل حتى يضيف ويحذف منتجات من نفسه؟ نعم، ما احنا شفنا في كبيره، وفي هذه لوحه التحكم انت ممكن تنشئ لوحه التحكم. لوحه التحكم هذه انت تقدر تخصصها اصلا، يعني شوف هذه لوحه التحكم خاصه بالاوردرات صح، هي عباره عن فيو. دروبل سامح لك بأنك تستخدم فيو عشان الأوردرات، هذا فلتر، هذا فلتر، لاحظ هذا هو الفيو، هذه الفلاتر تقدر أنت تلعب في الفلاتر، تضيف تعدل فيها، هذا التابل الحقول اللي تنعرض في التابل وشي، هذه هي موجودة، وتقدر تعدل في لوحة تحكم زي ما تبغى. هذه لوحة تحكم خاصة، لو تبغى لوحة تحكم خاصة أشمل، لو تبغى لوحة تحكم ممكن أنت تتحكم فيه. ممكن أيضا يتم ربطه مع شركات شحن. بالنسبة للي عنده مشاكل في التسجيل في دورات ما أدري والله عنها تفصيل صراحة، ممكن تراجعون حساب العطاء أفضل. الله يجزاكم خير جميعا، والشكر لكم الجميع اللي يشكرون. هل مناسب لتصميم مواقع مدارس بالذات؟ نعم، ممتاز جدا للمدارس برضو، ما عندك مشكلة فيه.
نتمنى وجود دورة أخرى أكثر عن تفصيل بإذن الله إن شاء الله. شكر لكم جميعا اللي يشكرون. هل إمكانية الربط مع الشركات شحن؟ نعم قلنا. إذا كنت مبرمجة ممكن قلنا تشتغلوا عليه، ما عندكم مشكلة. رابط الدورة بيكون بإذن الله على موقع العطاء، تحصلونها موجودة، والمحاضرة مجانية ممكن ترجعوا لها في أي وقت. حسابي على تويتر، اللي يسألون عن الحساب في تويتر، اكتب عبد العزيز الصفدي، مجرد عبد العزيز الصفدي. هذا حسابي مباشر، فمجرد ما أي أحد يعني يحتاج أسئلة أو استفسارات معينة أو يتواصل ينضم لك، أو يبغى ينضم لمجتمع دروبل السعودية، ممكن هنا تراسلنا على الخاص. إيش بإذن الله. جميعكم جميعا تعدد المسموح، وأسئلتكم وشكركم وحضوركم، وبإذن الله نوعدكم إن شاء الله بإذن الله أنه يكون في لقاءات أخرى، وبإذن الله بنحاول إن شاء الله أنها تكون قريبة. والله يعطينا وإياكم العافية، وشكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم العافية جميعا.